للحديث أيضا بشكل أكبر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الصحفي الأستاذ صالح المسلم، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله والمشاهدين الكرام. أستاذ صالح، كيف تعلق طبعا على هذا المشهد من البداية؟ أمطار غزيرة في القصيم، هناك ما يعيق الطلاب أيضا من الوصول إلى المدارس، هناك حالة احتجاز، وزارة التعليم لا تعلق عن الموضوع لا إعلاميا ولا حتى بالنسبة للناس في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتحدث عن الآن نشاط من قبل إدارة التعليم في منطقة القصيم، قاموا وبادروا وهو أمر معاكس للتعميم الصادر بأن يقتصر هذا الأمر على اللجنة المركزية. كيف يمكن قراءة المشهد؟ تفضل. أولا يعني الحمد لله على انه فيه امطار وفيه خيرات وفيه يعني اجواء رائعه جدا من الشمال الى الجنوب، وهذه الحمد لله امطار خير وبركه. لكن بتأكيد. المشكله ان احنا في موسم الامطار نعود الى المربع الاول، في كل سنه نجد هذه الاشكاليه. لا ما ودي اقول احنا يعني اعتدنا من بعض الجهات على اغتيال الفرح، على قتل الابتسامه، على وقت بعض النجاحات. تجد في موسم الامطار احيانا كثافه المياه النازله، انه ما في ذاك التسريب للمياه مثلا، وهذه مشكله مثلا وزاره البلديات. تجد ايضا عمليه الموضوع الان اللي هي عمليه تعليق الدراسه واللي حصل في القصيم على سبيل المثال، واحنا مصروحين اليوم الامس واليوم، ورجع الدفاع المدني مشكورين يعطيهم العافيه. أنا ضد الحقيقة إنه تعليق الدراسة يكون في يد لجنة مركزية تسكن في الرياض وتسكن في الرياض، فهي ما عندها خلفية إنه في الشمال أو في الجنوب أو في القصيم، وبالتالي هذه بعيدة عن المدن، بعيدة عن المحافظات، بعيدة عن مكامن الخطورة اللي تأتي فيها. غياب صوت وزارة التعليم ما هو شيء يعني مستغرب أو جديد. احنا شفنا غيابه عن كذا حدث وكذا وكذا مجال، والحاله المناخيه الغير مناسبه الان اللي هي تمنع وصول الطلاب للمدارس، انا اعتقد واقول بالفم المليان يفترض انه الاهالي انفسهم نفس الاهالي لا تنتظرون لقرار لجنه ولا تنتظر لقرار مدير مدرسه ولا مدير تعليم. في امطار كثيره، ابنك او بنتك في خطر، ما في داعي يروح المدرسه. نعم، خليه في البيت، لانه ارواح ابنائنا اهم بكثير من ارواح اللجنه المركزيه او قرارات اللجنه المركزيه اللي راح تجلس يوم ويومين ثلاثه حتى تصدر تعليم قبل ما يصدر. هذه النقطه. النقطه الثانيه اذا سمحت لي، الان احنا في زمن التقنيه، احنا الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه تطورنا كثير جدا في التقنيه. في طال عمرك تستطيع ربط المدارس في رسائل الواتساب، رسائل الاس ام اس، خلال ثواني تصل الى اولياء الامور انه ترى بكره بعده ما في مدارس. ما في داعي انتظر الى ان اصدر قرار وانشره في بعض الوسائل سواء في الاخباريه او صحف الى اخره. رسائل واتساب، رسائل اس ام اس، هذه تخلي المسؤوليه او تعطي المدراء التعليم من المسؤوليه. اضافه الى ذلك انه لما انا ادري والله بكره او بعد بكره حيكون في امطار غزيره على منطقه معينه، من باب الاحتياط اني انا اوقف المدارس في هذه من اداره التعليم انفسها ومن المدارس انفسهم. نعم. استاذ صالح، الان كثير من مدراء التعليم امانه يمكن ما ظهروا على وسائل الاعلام، لكن هناك ضغوطات عليهم وهم انفسهم اساسا يستشعرون هذه الاشكاليه في ان القرار مركزي لدى هذه اللجنه المركزيه، فبالتالي وهم يقولون ايضا انهم بكل تاكيد ادرى بالاوضاع القائمه الان في هذه المنطقه ولديهم القدره على اتخاذ القرار، خصوصا انها كما ذكرنا وكما ايضا كان مع زميلنا خالد الربعي مشكله واضحه، وايضا هناك ما يعيق الوصول الى المدارس بشكل واضح، يعني ما تحتاج الى التدقيق او خلينا نقول عن البحث عنها بشكل اكبر. تفضل. القضيه انه يعني من المؤلم ان يكون ارواح عشرات البشر بيد لجنه، مؤلم جدا ان يكون يعني لجنه مركزيه تتحكم بارواح اطفال مثلا في الشمال او اطفال في الجنوب او في القصيم. مؤلم جدا ان تكون لجنه مركزيه لكي تجتمع علشان تحدد بكره يدرسون عيالنا ولا ما يدرسون. انا اعتقد انه هذه مؤلم ومؤسف ان يصدر من وزاره التعليم ان تكون لجنه لهذا الغرض. يفترض انه تعطي صلاحيات لاداره التعليم، اداره التعليم تعطي صلاحيات ايضا لمدراء المدارس، لانه لكل يعني 13 محافظه عندنا
كلها فيها إدارة تعليم، يفترض أنه أيضا توزع على إدارة التعليم الصغيرة جدا في المدن. إضافة إلى ذلك أنا أقول يا أولياء الأمور، أنت سيد الموقف. نعم. تغيب ابنك في حالات المطر، روح أبنائك. جيد. إذا أنت والله شفت الأرقام حماية البيئة قالوا بكرة أمطار، وشفت وشفت الأخبار من هنا ومن هنا بكرة أمطار كبيرة. نعم. لا يطلع ولدك يا اخي، مو لازم تهدي. وهذا ترى نص عليه يعني استاذ صالح، نص عليه في تعميم وزاره التعليم المتعلق باللجنه المركزيه. نعم. انه في حال اولياء الامور، لكن نعم يحق لاولياء الامور تغييب اولادهم في حالات المطر. اذا انت كولي امر ما استشعرت الخوف على ابنائك، ترى اللجنه المركزيه ما راح تستشعر هذا الخوف. جيد. انت صاحب القرار اولا واخيرا، انت يا الام وانت يا الاب، انتم اللي تستشعرون الخوف على ابنائكم، ويفترض انكم تكونون انتم اصحاب القرار في تغيير ابنائكم. كل الشكر. نعم. المركزية. بالطبع كل الشكر لك على رايك في هذا الموضوع. الصحفي من الرياض كنت ضيفنا هاتفيا الاستاذ صالح المسلم، شكرا جزيلا استاذ صالح.